من نيويورك ينضم إلينا دكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك مجددا دكتور غريب معنا في هذا الرصد والنقاش. إذا في خطوة يعني ليست مفاجئة، يعلن دونالد ترامب نيته إعادة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هل يبدو هذه المرة أن البيت الجمهوري أكثر راحة أنه دونالد ترامب لا يوجد عليه هذا الإجماع، وأن هناك وجوه جمهورية أكثر ملائمة للإستابليشمنت، أكثر ملائمة للبيت السياسي، تعبر عن وجهة النظر الجمهورية أكثر من دونالد ترامب؟ هناك انقسام في الحزب الجمهوري، هناك القيادات الجمهورية في الكونغرس وخاصة في مجلس الشيوخ التي يمثلها السناتور ميتش ماكونيل، وهو زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، الذين يعارضوا ترامب. وهناك أيضا المؤسسة التقليدية في الحزب الجمهوري التي تعارض ترامب وترى في أنه يشكل عبئا عليها. ولكن في نفس الوقت هذه المؤسسة أيضا تواجه تحديات كبيرة، هناك انتقادات كبيرة لها، هناك من ينتقد ماكونيل والطريقة التي تعامل فيها خلال الانتخابات، حيث أنه لم يقدم مساعدات مالية لعدد من المرشحين الجمهوريين، في نفس الوقت الذي ينتقد أنصار ماكونيل وآخرين مثل نائب الرئيس السابق بنس، ينتقد إداء الرئيس السابق ترامب ويقول أنه هو أولا باتهامه الديمقراطيين بسرقة الانتخابات أو بأنه كانت هناك انتهاكات، وأنه قام بدعم للمعارضة التي اجتاحت الكونغرس في 6 يناير. كل هذه يضع اللوم على ترامب، ولكن ترامب لا يزال لديه قاعدة قوية في وسط الحزب الجمهوري، وهو حقق نجاحات كبيرة في نفس الوقت الذي كان أيضا حقق، كانت هناك هزائم لبعض الشخصيات التي دعمها خلال الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب، ولكنه أيضا دعم أعداد أكبر وصلت إلى مجلس النواب وبعضها إلى مجلس الشيوخ. ولذلك أعتقد أنه لا يزال لديه قاعدة قوية في الوسط الشعبي الجمهوري، وبالتالي فإننا سنرى صراع بين القوى السياسية، بين المؤسسة الجمهورية التقليدية وبين ترامب، وهو الآن لا يزال متقدما، لا تزال الاستطلاعات حتى إذا ما نظرنا، وهناك فعلا يأتي تحدي كبير من حاكم ولاية فلوريدا دي سانتيس، وهو ربما قد يكون المرشح الأقوى الذي قد يشكل تهديد لترامب. ولكن حتى الآن آخر استطلاع للرأي يعطي دي سانتيس 37%، بينما يعطي ترامب حوالي 47%. ولكن هناك من يعتقد أن هذه الأرقام فعلا لا تعكس الواقع، وأن ترامب لا يزال يحظى بشعبية قوية في الأوساط الجمهورية وفي بعض أوساط المستقلين، وأن كثيرين يتفقوا معه أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخطأ، وأن الولايات المتحدة تتراجع، وأن سياسة الرئيس بايدن هي التي حققت ذلك، وكذلك سياسة القيادات الجمهورية التقليدية. طيب كيف تقيم دكتور غريب طريق دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض؟ يعني هناك حضرتك ذكرت طبعا عدد من مرشحي أسماء قوية تكون مرشحة أيضا في البيت الجمهوري لمنافسة دونالد ترامب في السباق الرئاسي، لكن هناك أيضا التركة التي تركها دونالد ترامب في الولاية السابقة، ما يتعلق بمثلا أنه لم يستطع تثبيت أو تخفيض أو إلغاء حتى الإصلاحات الصحية التي كان يود أن يقوم بها، وكان ينتقد أوباما عليها كثيرا. هناك أيضا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وما إلى ذلك. هناك القضايا المرفوعة ضده فيما يتعلق بوثائق سرية وما إلى ذلك وفساد. هل تبدو الطريق ممهدة ليحتل مرة أخرى البيت الأبيض؟ ربما هذه ترشيحه لنفسه في هذا الوقت، اعتقد انه يريد ان يستبق بعض القضايا القانونيه، لانه اذا قامت اداره الرئيس بايدن او استمر الديمقراطيون حتى نهايه العام ومجيء الكونغرس الجديد بتوجيه انتقادات واتهامات للرئيس السابق وفتح تحقيقات معه، وايضا قيام وزارة العدل بتوجيه تهم له، وهي ما فعلا قد تضعفه
ولكنها أيضا قد يستخدمها هو، لأنه عندئذ سيبدو في أنظار أنصاره وكأنه هو شهيد وهو مستهدف، وهو فعلا كان مستهدفا منذ اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض في المرحلة بعد 2016. ولذلك أعتقد أن الرئيس بايدن أراد أن يستبق الأمور، قام بتوجيه ضربة وقائية استباقية لمنافسيه، لأنه هو يريد أن يقول هو الذي يمثل الجمهوريين ويريد أن يقطع الطريق على منافسيه، ولكن في نفس الوقت لا أعتقد أنه يوجد منافس حقيقي إلا الحاكم ديسانتس، وحتى ديسانتس ربما لن يستطيع مواجهة ترامب. ولذلك أعتقد أن ترامب لديه الآن تحديات كبيرة أمامه، كما تفضلت وذكرت، بعضها قانوني بعضها سياسي، ولكنه أيضا هو الذي يقول بأنه هو الذي حاول أن يحمي حدود الولايات المتحدة، أن سياسة بايدن جلبت المزيد من الجريمة، ارتفاع في نسبة الجريمة، ارتفاع في نسبة الأسعار الحاجيات الأساسية، الغذاء وغيرها، وحتى في أسعار البنزين والتضخم، وأنه أضعف مصداقية وسمعة الولايات المتحدة، وأنه يقرب الولايات المتحدة من حرب نووية. ولذلك فأنه لديه أوراق قوية أيضا لا تزال موجودة، ولكنه أعتقد، ولكن رأيي الشخصي هو أنه سيواجه تحديات أكبر هذه المرة مما واجه في المرحلة الانتخابية الماضية. شكرا جزيلا لك دكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، حدثنا من نيويورك.